مساء الخير. أجدادنا صاغوا كنوز من التعبيرات اللي دعت للحفاظ على الوحدة، مثل إذا كثر خناقهم قرب فراقهم، البركة في الكثرة، الظفر ما بيطلع من اللحم واللي بيشلح ثوبه بيبرد. أمثال وحكم بتوضح أهمية عيشنا في تكاتف وتكاتل اجتماعي حتى مع تجدد وتنوع الموازين والمعايير والثقافات. وبحلقتنا لليلي رح يحضر التنوع الجميل لمجتمعنا بكل أطيافه، لكن في البداية اسمحوا لي رحب بالفرقة الموسيقية لمزيني حلقتنا الليلي وكل ليلة. عازف الإيقاع أحمد خليل، عازف القانون ريعان عاسمي، عازف الأورج كريم نوباني. وإجا الوقت نتعرف على ضيوفنا المميزين لليلة، ورح أبدأ مع النائب السابق سندس صالح، الفنان أمين كيوف، دكتور عرين شلبي، والزجال بشير صعبي. استوديو البلد في حلته الرمضانية، أهلا وسهلا فيكم. شكرا للفرقة الموسيقية مثل العادي مزينين حلقتنا، وأهلا وسهلا بضيوف الأعزاء نورتونا. أهلا وسهلا ليلى. رمضان كريم قبل كل شيء. رمضان أكرم. على الخير بيجمعنا، على المحبة بيجمعنا، ومش عبثا اخترت عنوان الليلة ليكون التكاتف والتعاون وهذا الاندماج الحلو اللي بنشوفه لمجتمعنا رغم كل الأزمات اللي عم نمر فيها. سندس رح أبدأ معك بداية، لما بنقول كلمة تكاتف شو أول صورة بتخطر في بالك؟ التكاتف والترابط الاجتماعي هو بوصلة، بعتقد أنه هاي بوصلة لازم تكون ولازم تستمر أنها تكون بوصلتنا، خاصة أنه إحنا أبناء شعب واحد، مجتمع واحد، أبناء أمل واحد وألم واحد، تحديات بتجمعنا، وبالتالي الترابط هو اللي لازم يكون قود مسارنا، قود طريقنا، هو الألف باء اللي فيه منكمل مسارنا لنتحدى كل التحديات الموجودة ونتخطى العقبات اللي أمامنا. وقلنا بشكل خاص الشعب الفلسطيني هاي يعني أهم وسيلة وأهم هدف لازم يكون عندنا. لما نقول أمين ترابط، أول هيك مشهد بتشوفه قبال عيونك شو بيكون؟ إن كان على صعيد شخصي، عملي، اجتماعي، مجتمعي، شو بتفكر؟ قوة. قوة طبعا. لما كان حياة جدي يقول لي كونوا مع بعض بتكونوا قوايا، صح، بتفرقوا بتصيروا ضعاف. بتصيروا ضعاف، القوة أحلى من الضعف. دكتور عرين، بهالوقت الحالي في تكاتف، في ترابط إيجابي، أم أنه كمان ممكن يكون في له منحى اللي هو بثقل على الفرد بمحلات معينة؟ شو بتفكري حول هذا الموضوع؟ مهم جدا أن نكون مترابطين كمجتمع مش كمجموعات صغيرة. يعني الترابط على مجموعات صغيرة أنا بعتبره تعصب، لأنه أنت ما بتاخدي الإمكانية أنك تتعرفي على باقي المجموعات. فالترابط بمعنى الوحدة مهم جدا لإلنا زي ما حكت نائب سندس. إحنا بحاجة بهذا الوقت إنه نكون كتير قريبين لبعض، نختلط في بعض، نتعاون ونبتعد عن التعصب. أكيد بوافقك بشير. أنت معنا اليوم زين حلقتنا عم بتمثل الجيل الصغير، الجيل الشاب اللي عادة هيك بيقعوا تحت ملاحظات من الكبار شوي بأنه يعني نحن كنا أكثر إيد وحدة، الجيل شوي الصغير عم يفقد هاي البوصلة، أنت شو بتفكر؟ وطبعاً اللي حكيتيه مزبوط، إنه شوي شوي جيل عن جيل المبادئ اللي كانوا يمشوا عليها سيادنا وأهلنا عم بتختفي. مزعج إلك كشاب صغير اليوم؟ حاسس فيها إنه طبعاً مش مريح؟ بتوافقي سندس انه الجيل الصغير اعتقد عم بيصير في تفكك كأم؟ انا ما في يعني ابيض واسود، يعني هناك الاختلاف بابناء الشبيبه، بس انا عندي امل كثير كبير بفئه الشبيبه مثلك ومثل الطلاب اللي علمتهن. انا كنت اشوف في بريق امل بعيونهن، ابنائنا، كل الاحداث الاخيره بتفرجي وعيهن لحقوقنا، لقضايانا، قدرتهم المختلفة، اندماجهم في سوق العمل، اندماجهم في الأكاديمية. هذا مسار يعني يكتب لهم. وبفضل على سيرة الأكاديميات والتعليم، بشير اضطر يرجع من أوكرانيا مؤخرا، كان عم يدرس برا
نتيجة الحرب اللي صارت وقديش اليوم حكيت حالي قبل كم يوم من الحرب يعني وكان مفكر انه اسبوعه رح يرجع قديش اولادنا وهذا دليل عن جد قديش اولادنا بيحاولوا يكونوا بكل المكان بكل الميادين مزبوط. بكل الميادين متأمل ترجع قريبا ان شاء الله على تعليمك بنرجع لعندك امين بدي اطلع هيك من مجال الترابط ادخل على مجال المقارنه اللي عملناها ما بين الجيل الجديد والجيل القديم هذا بيدخل كمان في كل قضيه الفن صحيح. الفن كمان قابع في هاي ميمعة المقارنات إن صح التعبير ما بين الفن الجديد الفن القديم الفن الثقيل الفن الأقل ثقل الفن اللي صاحب الكلمة واللحن للقوايا الشيء اللي أكثر اليوم عم نسمعه اللي هو بيخرج عن هذا النطاق وعن حتى ما بيدخل في ضمن أي معايير وأي قوانين أنت لوين بتميل وهل توافق على هاي التسميات أصلاً إنه في فن قديم وفن جديد؟ طبعا في كل شيء في قديم وفي جديد خاصه في الفن انا ما عندي مشكله مع الفن الجديد بالعكس انا بحب الفن الجديد ودائما التجدد هو استمراريه للشيء القديم صحيح ولكن عندي مشكله في اللي عم بيصير من ناحيه كلمه كلام والعنف يعني في النهايه هو الفنان هو رساله للمجتمع يعني اذا بده يغني الكلمه اللي فيها عنف يعني الكل ما فيش مخبى احنا بنقتل واحنا بنقوس واحنا بنطخ واحنا الكبار واحنا انتم صغار يعني لوين نوصل فاذا انا بدي اكون كفنان بدي اوصل هاي الرساله للجيل اللي بعدي والجيل اللي بعدي بدي يوصل هاي الرساله طبعا فشو بده يكون مجتمعنا 100% هذا اللي بضايقني بس وليلى سلطت الضوء على هذا الفحوى بحلقات سابقه صحيح كده اهميه الفن انه يكون يحتوي على رسائل اجتماعيه خاصه بظل الاوضاع اللي بنعيشها يعني كثير بوافق معك الفنان بشكل عام هو اكبر مؤثر على المجتمع فاي شيء بيحكيه بياثر على كل الناس لانه قاره جماهيريه بتنتشر فيه بسرعه لانه اللي بحب الفنان ممكن عن جد يتاثر فيه اكثر للسياسيين دائما هيك بيكون عندنا مخاوف انه بنحب او ما بنحب مثل ما حكيت الفنان نحن متاثرين فيه بشكل كبير طبعا. جيل الجيل عم يتاثر بالفنانين كيف انتقائه للاشياء بنظرك بشير مش عم بيكون كثير منيح جيل جيل زي ما حكى عن في كثير عنف بالكلام فأنا بصراحة شخصيا أنا بفضل الفن القديم طبعا بس أنت أصلا بتفضل ومختار فن اللي فيش إله سماع كبار حتى اليوم يعني فكمان رح نسلط الضوء على كل قضية الزجر والزجرين بس بدي أرجع عند دكتورة عريم بكل موضوع يمكن هذا النقاش رح أرجع أخوضه كمان مع أمين الفن وقديش مؤثر الطب اليوم كمان موجود تحت نيران من الانتقادات والبعض بيوصف اليوم الطب بأنه أصبح تجارة بتوافق على هاي الجملة أو لا؟ بما أنكم عم تحكوا عن المؤثرين والتأثير الأطباء هن جزء من المجتمع طبيعي أنه يكون في إلهن تأثير طبيعي أنهم يتواجدوا على منصات التواصل الاجتماعي طبعاً كل واحد وضميره المهني بالنهاية الطب هي مهنة إنسانية بالمقام الأول طبعاً في جانب اللي الطبيب لازم يعرض شغله لازم هذا الإشي مفيد يكون في عنده منشورات طبية للتوعية كمان الجمهور بحاجة أحياناً إنه يعرف معلومات واستشارة فأنا بشوف إنه بشكل كتير ممتاز إنه الأطباء موجودين على طبعاً. منصات التواصل طبعاً. الاجتماعي طبعاً أنا ضد إنه الطب يقلب تجارة والحملات عم يقلب بالفترة الأخيرة عم يقلب عند البعض للأسف زي ما الفن طالوا بعض من الرخص أحياناً كمان الطب بتتعرض وهذا إشي موجه أحياناً ممكن من الشركات الكبيرة اللي بتسوق تسويقياً لكن لازم أنا برأيي الأطباء يحافظوا على نزاهة هاي المهنة وتضل بالآخر عن جد مهنة إنسانية هاي إنه تخدم صحة الإنسان وتقدم له علاجات بشكل عن جد يكون بعيد عن التجارة 100% رح نرجع كمان نسلط الضوء على كل قضية السوشيال ميديا وقديش لعب الدور في كل يمكن هيك حتى التعريفات اللي تطال بعض من الأطباء بس إجا الوقت نتوقف عند الصوت الجميل ونسمع أول فقرة غنائية شو رح تسمعونا أمين والفرقة يلا شو رح نسمع بالبداية بما انه احنا عند ليلى القيش مجبورين أيوة. نعمل لها شيء لليلى يا سلام محظوظه انا
قلت لك يا ليلى العمر ماضي، يا ليلى يا ليلى ليلى، على عنقي جفاك سيف ماضي، والحب ماضي ولا بكرة ما عدت أحسب حساب، يا 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 طير سنونه سلم لي عيونه، قلو إن بحبه بحبه بعمري ما بخونه، قلو وحياة الله عنه ما بتخلى، قلو إنه إن شاء الله إن شاء الله ما بخيب الظنون، يا طير سنونه سلم لي عيونه، قلو إن بحبه بحبه بعمري ما بخونه، قلو هالخبرية على بعد وما فيه، قلو هالخبرية على بعد وما فيه، وانا مهما يجن علي بتحمل جنون، يا طير سنونه سلم لي عيونه، قلو اني بحبه بحبه ما بعمري رح خونه، قلو وحياة الله عنه ما بتخلى، وقلو ان ان شاء الله ان شاء الله ما بخيب جنون. هيك شاركته بعد شوي رح كمان تعملنا قصيدة، أكيد قصيدة الزجل. على فكرة بشير من الشباب اللي كسروا كل هاي القوالب النمطية بأنهم يدخلوا أصلا نوع من الفن اللي هو مثل ما ذكرت نادر ما نسمع عنه، الزجل بكل خصوصيته. هلا نحكي شوي عن هالموضوع. من جيل 5 سنين كانت أول مرة أنت بتطلع فيها على منبر، ألقيت قصيدة. مزبوط. كان الإشي بالأول أهلي كثير بحبوا الزجل، فكان عندنا الجو بالبيت دائما زجل. إشي هو الواحد لما يتعود على إشي وهو صغير فبيكمل معه على كبر. إسا كنت أسمع، كنت أحفظ، كنا نروح على حفلات عندنا بالبلاد، كنت بعد ما يخلصوا الحفلة أكون أحفظ أشياء من الحفلة نفسها وأعيدها. حلو. فاكتشف إنه في إشي مش طبيعي، ولد كنت صغير يعني 5 سنين إنه هيك بعمري، كيف إنه كيف بحفظ، كيف عجب وهيك إشي. وتلقي وتعيد. إسا مع الوقت أنا بلشت أكتب كمان، طلعت حفلة جيل 9 سنين كان على أول مرة بيطلع على منبر مع شعراء، وكان في برلين. كانت في برلين ورجعنا كمان مرة على برلين بعدها بسنة، عملنا كمان حفلة، وبعدين عملنا هون عندنا بالبلاد كثير حفلات، بحيفا، بعكا، بجامع الجزار، بسخنين، بكثير محل، بأكثر من محل. وخلال حديثي معك بشير كنت عم بتقلي انه بالفتره الاخيره للاسف الشيء رايح لورا، عم يرجع لورا، يعني ما عاد عم نشوف حفلات للزجل كيف لازم. قبل يمكن كان في اهميه اكبر لهذا النوع من الفن. مش بشكل مكثف يعني عم بصير حفلات، لانه في له عشاق عندنا بالبلاد طبعا، وبدنا نسمعه، بدنا نسمع هالفن اكثر، بس مش عم يعطوه حقه زي ما لازم. طيب شو رايكم هيك نسمع شيء؟ شوقتينا طبعا. يلا شو رح تسمعنا؟ قصيدة لخليل روكوز اسمها هدية. يلا. يا ريت عندي واخ لو في يا ريت عندي واخ لو في عقد حبي جبلك هدي، كنت
بهديكي شذا الوردات وأسرار أحلام الطفولة. كنت بتعمشق على النجمات بسح بشلل خيطان في الضيق وبكلف ملايك وحوريات تحيك لك بلوزي ألوهي والطفل كنت بقشطه البسمات وبسرق من عيونه صفاني وعرس الربيع بشلحوا الغنجات وكل شي معه لهفات عطري وبجلخ من جفون السحر دمعات كلها غيري وحني وبلفها بعيون خمريات وبروح حافي سلمك هي هيهات لو عندي حلم هيهات عقد ما عندي أناني بحولك انتي أنا بالذات وبلبسك روح الطبيعي لكن إذا فشلوا التمنيات وعمري استسلم للعبودية بترك إلك مني ثلاث كلمات محبتي والآخ والنهدات من قلب هلبي حبك هدي. روعة. جميل جدا. بحرك ال طبعا كل الحواس والمشاعر. يسلم على الصوت. سندس بدي ارجع لعندك. انت شخصيه مرحه كثير وانا محظوظه اني بالكلوز فريند عند سندس لانه بشوف هيك من وراء الكواليس اشياء مع عائلتك مع الاولاد كمان كنت معلمه مدرسه كمان للي ما بيعرف في معلومه هيك كله بفكر انك متعلمي علوم سياسيه وانت اصلا جاي من مجال العلوم والتكنولوجيا حاصله على لقب اول وثاني من التخنيون هاي الروح المرحه بصراحة يعني دائما بنشوف كل الأشخاص اللي بيدخلوا غمار السياسي بيحاولوا يخفوها عنا بالرغم من أنه الناس ممكن تتأثر بهاي التفاصيل الصغيرة أكثر من أي كلام على أي منبر مزبوط ثاني ليش؟ بوافق معك يعني أنا يعني بعرف كمان زملاء تانيين ونواب اللي عندي كمان مرحين وعندهم حياة كتير حلوة لو بيشاركوا تفاصيل معينة من حياتهم يعني بيكون كمان اقرب اكثر ل بيصلوا اكثر لقلوب الناس مزبوط انا لما فتت على العالم السياسي ما خبيتش من شو سندس يعني ضليتني محافظه على الروح الايجابيه الروح الحلوه اللي انا جايبتها اللي انا يعني هي جزء مني كنت معلمه كنت ام كنت في مجال الرياده والابتكار والاعمال ان كان في كل محل انا باخده هاي الطاقه اللي بتخلينا نكمل وبقوة يعني أنت أكثر واحد في مدرسة بالطاقات ليلى حبيبتي فهي جزء أساسي من حياتنا نحن بنحب أنه نشوف يعني بلاد برا في أوروبا وفي أمريكا وكل المحلات لا بيهتموا يعني الناس اللي داخل السياسي أنه يفرجوا أنهم طبيعيين في قولة بين النمطية لأنه شو لازم يكون النائب في الكنيسة أو السياسي أو السياسية وهذا بحصر بشكل عام وأنت من الأصغر اللي دخلتي هذا صح المجال. أنا كنت أصغر نائب كان عندك مجال انك تكسري هاي صح كانت فتره قصيره يعني احنا نتامل نرجع نشوفك ونشوفك عم تكسري هاي القوالب ان شاء الله لانه بنحب شخصيتك العفويه عبيتي. كثير تسلم كثير ليلى امين بدي ارجع لعندك كان لك تصريح سابقا نعم بانه بتحب تشتغل مع شعراء خارج البلاد او شعراء سوريين على بالتحديد اكثر من شعراء في البلاد كيف يعني من وين نبع هذا التصريح أول شيء هذا تصريح مغلوط بمعنى التصريح هو غلط. مش بحب أني أتعامل مع فنانين من غير بلدنا لا تعاملي كان لحد اليوم مع شعراء ملحنين من غير بلدنا صح إذا بتسأليني ليش لأنه هيك صدفت يعني بيعطوني بتعرفي في شاعر بوجه له تحية الشاعر السوري علي حداد دائما طبعاً. بيعطيني كلمات انه شوف هذا اللحن بلكي يعجبك
دائما بحسني. فشعراء بلدنا لا، بحس انه في ايش بيقولوا ديستانس، مسافه، مسافه بيناتنا. يمكن انا شخصيا بعرفش، بس انه مش عم بشوف انه في حث او تعال يعني اسمع هالكلمه او تعال اسمع هاللحن. طيب هو عاده الشاعر اللي بيعرض على الفنان، ولا الفنان كمان لازم يهتم لما يكون في عندنا شاعر لامع اللي بيقدم كلمه او لحن؟ ونحن في عندنا يعني ما بنفتقدهم، في اغاني من البلاد طلعت ضربت وكسرت الدنيا في العالم العربي. صح. يعني في عندنا خامات. السؤال يعني 9 أغاني لامين كيوف، ولا اغنيه ولا لحن ولا كلمه قدر يقنعه من هو انتاج البلاد؟ طيب ما دامنا حكينا في هالموضوع، وجه لي الكاميرا هيك علي، انا بعرض لسه على شعار بلادنا وعلى الملحنين. اي كاميرا هذيك؟ هون هون. بنعرض على شعار بلادنا وملحنين بلادنا. انا امين كيوف، اللي في عنده كلمه حلوه ولحن حلو يبعث لي اياها على الواتساب. هي عشان ترضيني. هي سكوب. طيب طبعا نحن كل بحب افتح هذا الموضوع بالذات حتى نوضح انه احيانا يعني في ميول عند الشخص كمان بيكون فطري، اللي هو لكلمات ولحن او جو معين او جو من الاغاني، ويفهم باختياراته بطريقه خاطئه. امين، للي بيعرفني انا ما عندي تحيز ولا لاي كلمه او لحن او لون معين في اغانيي الخاصه. بغني كل شيء، بغني جبلي وبغني عراقي وبغني مصري، وحتى اذا في لحن حلو وتركي كمان ممكن اغنيه. فاللي بيعرفني عن جد صحيح بيعرف انه انا مش متحيز ولا اي لون، بحب الجبلي. ايه اكيد، بس انه اي كلمه ولحن حلو ممكن يخطر راسي. وصلت، انتهى هذا الموضوع. دكتوره بدي ارجع لعندك. انت اليوم دكتوره اسنان، لكن معروفه اكثر في مجال التجميل، واذا كنا عم نتحدث عن كل قضيه السوشيال ميديا لما بتدخل وبتغير هيك من حتى تعريفات او كيف نحن يعني عندنا نظره اللي هي جدا عالي في مستوى عالي للاطباء، فجاه صرنا نشوفهم على طول على السوشيال ميديا اقرب لنا. هذا الشيء من جهه منيح ولطيف، لكن من جهه ثانيه يمكن هيك خلطت الامور، صار يعني طبيب الاسنان نحن اصلا بنفكره طبيب تجميل، وطبيب تجميل ما يعني ما عم نعرف التعريفات كيف لازم. بيزعجك اليوم انه الدكتوره عارين شلبي معروفه اكثر في مجال التجميل اكثر من ما هي في طب الاسنان؟ لا انا ما بزعجني، بالاساس انا خريجه جامعه تل ابيب طب اسنان، وانا فخوره بمهنتي كطبيبه اسنان وبمارسها طبعا بشكل يومي. الشغف بمجال التجميل اجى اصلا من طب الاسنان، عشان الابتسامه وتجميل الابتسامه بيكمل احيانا بتجميل منطقه حول التم. اوكي، فمن هناك بديت الامور. وبعدين طبيب الاسنان معروف بتمكنه من الاناتوميا تبعت الراس والرقبه اكثر. بتعرفي انه في نقد على هذا الموضوع، وفي صراع دائما كان انه مين هو الاقوى او مين بيعرف اكثر، انه اطباء الاسنان ولا اطباء الطب العام او اطباء الجلد في تجميل منطقه الوجه. هذا لا يخفى على احد بالذات في بلادنا، في صراع. انا بحكي لك انه كل واحد فيهم متمكن بجزء، ولكن زي مثلي انا بسافر بريت البلاد وبروح على استكمالات عاليه جدا ومؤتمرات، بشارك وبطور من نفسي وبكمل الناقص. بس بالنسبه لطبيب الاسنان هو جدا متمكن كمان من مهاره الحقن، فطبيب الاسنان انا حسب رايي هو عنده افضليه في قصه الحقن، وانه يشعر المادي اللي بحقنها. ولا ومتمكنين جدا من الاناتوميا، فانا ما بدي ادافع، بالنهايه كمان هي شغله مهاره. واكيد لازم كمان الدكتور يطور من حاله، ودائما هاي المجال التجميل فيه تطور من يوم للثاني، فلازم يلاحق الدكتور. حلو بشير، بالحديث عن التطور وعن الطموحات والإنسان يكبر، يعني هي الدكتورة مثلا ممكن تلاقي لها برا أي استكمالات اللي هي ممكن تساعد مهنتها. المشكلة في الزجل اللي عنده طموح في هذا الموضوع أنه منبعه في لبنان، ونحن معروف أنه صعب نصل هاي المنطقة لسوء حظنا. فكيف هذا الطموح عم بتعززه براسك، أو أنه عم يعني رح تتنازل عنه، أو كيف يعني كيف عم تتعامل مع كل هالموهبة الموجودة عندك؟ وهي موهبة كبيرة وبتستحق التقدير، ونحن بنتمنى أن نشوفها عم بتكمل. شوف الإشي مش رح بصيرش بيوم وليلة، ما بينتشر بيوم وليلة،
بده كثير شغل، بده في عشاق للزجل عندنا بالبلاد، لازم ننشره بشكل اكبر. هو الزجل عندنا معروف بالاكثر بالاعراس، الزجل الفلسطيني الحده اللي هو نفس الزجل اللبناني اللي له نفس الاوزان، يعني القرادي بيكون نفسه المعنى القصيد، بس اللي استعملوه بطريقه ثانيه، استعملوه مع ايقاع ومع للرقص وهيك. ف اللي بلبنان عملوه اكثر كمنبر يعني، صحيح، ككلمه مبارزات ككلمه اقوى. فاحنا انا شخصيا بحب كثير انه هالشيء يكون له تقدير زي ما لازم عندنا في البلاد. رح تكمل في المسار بشير؟ أكيد. اكيد. عندك خطط ولا اسا هيك؟ خطط ما عندي خطط اسا، بس يمكن هي يمكن فرصة أنه ندعي الناس اللي سبقوك في هذا المجال بأنه يمكن يرجعوا ويتكتلوا. في كثير شعراء اللي بيجننوا عنا بالبلاد. بس فيش تكاتف، فيش تكاتف، لأنه عم نحكي عن ترابط وهو عنوان الحلقة. فيش رابط، فيش رابط للزجالين. ما ولا مرة شفنا أنه في مثلا حفلة اللي هي، أو أنا يعني ولا مرة سمعت عن حفلات اللي هي كان الزجالين بيكونوا موجودين مؤخرا. كان يصير حفلات اللي مثلا بيكونوا جوقتين ضد بعض، بكون مبارزة، بس آخر فترة الإشي شوي عم بكل، وهذا الإشي اللي مخوفني يعني. ما بدي إياه يكل، لازم. ونحن ما بدنا، عشان ضلنا نسمع. أمين، شو رح تسمعنا؟ يلا سمعكم. يلا. يا ديرتي ملك علينا لو، لا تعتبي لوك على من خان. يا ديرتي ملك علينا لو، لا تعتبي لا تعتبي لومك على من خان. حنا روينا، حنا روينا سيوفنا من الجوم، مثل العدو، مثل العدو، مثل العدو ما نرخصك بتمان. اللي تعبنا سنين في هواك، عامل نفسه ما يعرفناش، بعد العمر ده كله معاه سابنا وقال راجع ولا جاش. اللي تعبنا سنين في هواه، عامل نفسه ما يعرفناش، بعد العمر ده كله معاه سابنا وقال راجع ولا جاش. واهو دلوقتي لما بأمله، اهو دلوقتي لما بقابله، عيني في عينه ما نزلهاش، حتى ازاي مستخسرها مستكترها ما بيقولهاش. ياللي في بعضه ضيع قلبي، ضيع عقلي وروحتي بلاش، ضيع قلبي وروحتي بلاش. شفته ازاي في قلوب خيني، شفته ازاي ما فيهمش حنين، شفته ازاي في قلوب خيني، شفته ازاي ما فيهمش حنين. ولا الاسود طابو حبيبي، ولا الاسود طابو حبيبي، وانا من حيرتي قول في قلبي، انا من حيرتي قول في قلبي، بظلم بس قلوب حلوه. حتى ازاي مستخسرة مستكترة ما بيقولهاش. ياللي في بعضه ضيع قلبي، ضيع قلبي ورحت بلاش، ضيع قلبي ورحت بلاش. روعة، يسعدك يا ليلى. سندس، مجتمعنا بكلمة واحدة هيك بدي أجوبة منكم كلكم، شو بينقص مجتمعنا وشو أحلى إشي بمجتمعنا؟ طيب، مجتمعنا بينقصه؟ تقبل الاختلاف بالرأي. وأحلى ما فيه؟
في بعد خير في مجتمعنا، وانا خير. بشوفه دائما خير في مجتمعنا. طبعا امين، احلى ما في بمجتمعنا مش عارف اليوم، مش عارف درجة صعب اليوم، وضعنا صعب. الاعياد احلى شيء، الاعياد احلى شيء، الاعياد لانها بترجعنا للالفه والمحبه وتذكرنا انه لازم نحب بعض. وغير فتره الاعياد لهالدرجه نحن بنعيش واقع مر اليوم حسب رايي. نعم. باي ناحيه؟ تعال نحكي من ناحيه الالفه، من ناحيه محبه، من ناحيه العنف المستشري المستفحل، تعال نحكي في كل البلدات العربيه القرآن العربيه، من ناحيه الرجعيه، من ناحيه عدم التقدم، يعني حتى تقدمنا صار للأسوأ، بدل ما نتقدم للاحسن عم ناخذ الاشياء للأسوأ. مش عارف كيف افسر الموضوع. لو سالتيني هذا السؤال قبل 5 سنين بقول لك احلى شيء كان انه 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 احنا ايد وحده، متكاتفين، متحابين. اليوم لا، اليوم مش ايد وحده. انا كيف شايف؟ لا، بس ما بتشوف انه احنا بنواجه مشروع يعني اللي يعني بياثر على كل عم نواجهه يعني. غلط. لا يعني احنا كمان بجزء من المنظور العام، انا ما بعفي انفسنا من المسؤوليه، لكن بجزء احنا كمان ضحيه ل يعني مشروع افقار، لسياسات موجهه. انا فيش عندي ضحيه، انا حسب رايي كفنان او كانسان عايش في بقعه من الارض مش مهم وين، بخليش حدا يفرض علي حتى لو انه سياسيا او اجتماعيا انه اكون هيك. مزبوط، بس بحارب بس في الطريقه الصح، عم نحارب في الطريقه الغلط. كل الابحاث بتفرجي مثلا على سبيل المثال للحصر، اذا في عائله بتعيش ضائقه اقتصاديه صعبه فسلم الاولويات لهي العائله بيختلف، فممكن على الاقل ما يبعثوا اولادهم على التعليم، ما يكملوا تعليمهم، بيكون الواقع اللي بيعيشوه مثل حق الالغام. ممكن كيف أسألك ما بيعملوا بتصير مشاكل. ممكن انا اسالك سؤال؟ اليوم احنا كمجتمع مثلا، تعال نعمل حلقات صغيره في مجتمعنا، انا شايف اخوي وضعه صعب، ليش ما اوقف حده مثلا؟ انا بشوف في 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 تكاتف، في بصيص امل بس كثير قليل. اذا احنا بنحارب ومنوقف مع بعض بالطريقه الصحيحه، مش ممكن شيء يوقفنا في هاي الدنيا، لا سياسي ولا ضغط ولا اي شيء، احنا في بعض بنشد بعض للاحسن حسب رايي. انت يعني هذا ما بيناقض اللي انا كمان بحكي. لا طبعا، هو هي كمان نظره صحيح. كيف الواحد على شو بده يطلع. في ناس بتحاول رغم كل المشاكل اللي عم نمر فيها انه دائما تطلع بايجابيه على الامور اكثر، الامل بتشوفه عن جد واقع، في ناس بتشوف انه لا الامل صار ورا ظهرنا وما ما لا في امل فيه. يعني انت حكيت جمله يعني انا بوافق بجزء كبير من اللي حكيته، بس انت حكيت عن التقدم، انا بحكي لك انه اليوم شبابنا مثلا يعني في عنا تقدم بكليات البلاد، بجامعات البلاد، اطباء البلاد تقريبا، صلحيني دكتوره اذا انا غلطانه، 20% من الاطباء في البلاد هن عرب، اكثر من 40% من رؤساء الاقسام في المستشفيات هن عرب، النساء في تقدم في الاندماج في سوق العمل، لكن التحديات كمان عرب. ما عنديش المعطى، بس هذا ما هذا بكل شيء في عنف. لا بدك احكي لك عرب. انا يعني برفض القي يعني كل اللوم على يعني بيولوجيا، بدي احكي معك بيولوجيا. أوكي. وعلميا ما فيش عندنا جينات مسؤولة عن إنه والله هذا الإنسان ورث العنف في الوراثة، هذا غير قائم. في عنا ظروف بيئية بتأثر على إنه تنمي هاي البيئة. تعال نطلع كيف بوصل الإنسان لأنه يصير مجرم. أنا بآمن بشكل إيجابي كتير، كلنا منولد مع أنقياء صحيح. وجاهزين وبدنا الحياة وبدنا بيئة مريحة لإلنا جميعا. بظنش في أهل بربوا ابنهن على إنه يكون قاتل أو يكون مجرم، وإنما في ظروف بتسحب الإنسان، وفي مؤسسات بتضلها تهمشه كل الوقت ابتداء من المدرسة، البيت أحيانا، مؤسساتنا المحلية، الوزارات المختلفة، في نبذ لأفراد معينة بدل ما ندمجهن، بدل ما نعالج القضايا اللي هن بيواجهوها مندمج منتركهن على جنب. بعطيك معطى على سبيل المثال، 4% من طلاب المدارس الثانويات مع ملفات في الشرطة. واو. طب أجينا نسأل السؤال، شو بيعملوا شو الخطة لأنه أنقذ هاي الطلاب من أنه يرجعوا لمسارهن التعليم العادي، يكملوا تعليمهن، نصلح إيش موجود عندهن، لكن المؤسسة بتتركهن كل الوقت هن بيروحوا لمسار منحدر، وبالتالي مين بيلتقطهن؟ مجموعات الإجرام طبعا هي اللي بتلتقطهن وبتنمي عندهن الأشياء السلبية. أكيد إذا بدنا ندخل للعمق في أسباب
لنشوف النتائج اللي عم نشوفها على أرض الواقع اليوم، لكن هذا لا يعني أنه إحنا ما نكون مستصعبين النتيجة الموجودة وما عم نقدر نتقبلها. فهو أكيد جوابك أمين بشكل عفوي أنه في صعوبة اليوم إذا بدي أفكر شو أحلى شيء بمجتمع بظل الظروف اللي صارت. رح أحد لك السؤال إسا، شو أحلى شيء بمجتمعنا؟ مجبور تجاوبني. أكلنا. أكلنا. طيب منيح. 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 إيجابي. إيجابي مهمة. ومهمة. لا مهمة مش بس مرضية. طبعاً. المطبخ الفلسطيني لا يعلى عليه. أحلى شيء بمجتمعنا دكتورة. أحلى شيء بمجتمعنا. مجتمعنا عنده نخوة وكرم. ومبلا منساعد الغير. يعني اللي منشوفه مستصعب في الحياة لا إحنا منساعده. بحس إنه إحنا عنا نظرة و أكثر متفوق على كثير شعوب في العالم. صحيح. في هاي النقطة. صحيح 100%. وأسوأ ما فيه؟ ما بدي أسمع، أنا مش إنسانة سوداوية. أسوأ ما فيه، ولكن في هناك مجال للتحسن والتقدم، إنه نكون متحضرين أكثر، نكون مفتوحين إنه نتعلم من حضارات غيرنا، لأنه في انغلاق بالمجتمع العربي. في انغلاق، في انغلاق، في بحس أنا إنه في تقوقع، وخاصة كل فئة وكل مجموعة هي حاسة إنها هي الصح وهي المزبوطة، وبالواقع كله صح، ما فيش إشي غلط، بس بنفع ما نكون الجاهلين على المجموعة الثانية، نتعلم منها ونشوفها ونختلط فيها ونتعاون. حسب رأيي بنتج مجتمع أفضل وأقل عائلات اللي هي ممكن تكون مستصعبة، لأنه عن جد مجتمعنا فيه حسنات كتير حلوة. روعة، حبيت. بشير عندك إسا السؤال، عن جد بحب أعرف من نظرتك كشاب صغير هيك في أول حياته، شو أحلى شيء بهالمجتمع بتشوفه؟ أنا أكثر إشي بيعجبني بمجتمعنا كيف الجيل الجديد عم عايش القضية ومتمسك فيها. حلو. أنا هذا كثير الإشي بيعجبني. في اختبارات كانت في السنة الأخيرة اللي أكدت هذا الشيء. أبشع إشي مش بس مجتمعنا، بأي مجتمع، العنف. بيضايقك اليوم؟ أكيد. خايف منه بشير؟ أنا عم بخاف أطلع بساعات معينة من البيت، بخاف أطلع على بلاد معينة كمان. صحيح. هاي النقطة قديش بتوجع؟ نحن يعني ما عشناها. حيز العام للأسف بشكل خطر، يعني بتلاقي نساء شباب صغار صبايا الكل بيحكي نفس الجملة، إنه في أماكن معينة ما بشعر بالأمان، إني هذا أكتر إشي بفكك مجتمع. لما مجتمع مش شاعر بالأمان، لما فرد مش شاعر بالأمان، لا يمكن إنه يتقدم على الصعيد الشخصي الاقتصادي الاجتماعي التثقيفي. طبعا أمين بدي أرجع لعندك وعلى إشي شخصي. أنت لحد جيل 14 سنة كنت شيخ متدين. صحيح. عند الرز من كل شيخ لأي شاب بيكون متدين. صحيح. بعدين قررت تأخذ قرار بأنك تبطل متدين، تصبح جاهل. كمان هي مش كلمة جاهل اللي أنتم بتعرفوها، هي جاهل بالمصطلحات اللي عند الدروس بأنه غير متدين. بعدين قررت أنك تفوت في مجال الفن. قلبي نوعية من الطراز الرفيع، أنا بعرف قديش يعني وقعها ممكن يكون صعب على المجتمع الدرزي أو المجتمع العربي حتى. كيف العائلة تقبلت هذا الموضوع؟ في البداية كان في رفض. طبعا توقع. يعني مش من أبوي ولا أمي. يعني كان من أعمامي، من جدي اللي أنا كثير كنت متعلق فيه، يرحم ترابه. حتى لما تركت المشيخة، تعال نحكي هيك، ظليتني متعلق فيه. فهو كان يظل يحثني لا ارجع للطريق وارجع للطريق، بس أنا كان عندي موهبة وحاب أنميها وحربت عشانها، بس في طريقة لبقة كمان. يعني ما انفتحتش كثير على الموضوع زي اللي عم نشوف اليوم. فنميت الموهبة في طريقة لبقة وسلسة اللي ما توصلنيش لمحلات غلط. دار كيوف في عنا أكثر من مطرب على الساحة الفنية. طبعاً. بس ما في عنا نساء من دار كيوف. ما في موهبة ولا ما في؟ أنا بحكي لك إنه في نساء في دار كيوف أصواتهم كثير كثير جميلة. طب وين هون؟ جد أنا بنزعج وبتضايق. والله. وين هم؟ بعرفش، أنت شايفة ليلى الوضع اللي إحنا موجودين فيه اليوم. إنه الانفتاح عم بصير بطريقة غلط. يعني أنا مش ضد الانفتاح، بالعكس أنا بدي التجديد وإنه ننفتح على الدنيا، بس مش بطريقة غلط. يعني كأنه يعني مبرر. الخوف من الطريقة الغلط بخلي النسوان في البيت. أوف. هذا تصريح
صعب علي انا يعني هن بيختاروا يضلوا بالبيت ولا انه يعني لا. في حاجة. اهليهن اللي حواليهن اللي بيمونوا عليهن بيمنعوهن انه يطلعوا بسبب خوفا انه ينفتحوا على محلات غلط او إيش اللي بناقض وهذا منطقي قرار منطقي فيش فيها منطق او مش منطق فيها مشاعر اوكي يعني انت كدرزية كمان ليلى انا بحكيكي بفكر انك فهمتيني اكيد انه احنا هي بس عشان نوضح هي مش بس بالمجتمع الدرزي يعني هي الاشياء موجوده في كل المجتمع العربي اللي هو بيحمل نفس الذهنيه بانه يعني الرجل قادر على حمايه المراه اكثر من ذاتها حتى في اختياراتها هي 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 يعني هي هي شغله مش بس تنطبق على المجتمع الدرزي على المجتمع العربي اه صح بس انت مآمن فيها كشخص يعني بكره اذا انت بنتك الزغدوره طلع صوتها حلو رح تمنعها انها تدخل مجال الفن لانك بتخاف عليها مش رح امنعها بس رح ارافقها مش رح اخليها لحالها اوكي بس بتمنعها بحكي لك مش رح امنعها واذا اذا رفضت مرافقتك او اذا انت ما قدرت ترافقها رح امنعها رح تمنعها آه. واو بحب اسمع رايكم صبايا بهذا الموضوع جد ايه انا يعني مع كل الاحترام بزعجني اي شخص بفكر عنده القدره اكثر من المراه انه ياخذ قرارات عنها نفكر اليوم نسائنا طبيبات قاضيات مهندسات متميزات وبالفن لازم يكونوا موجودات في كل محل وعندنا على فكره امثله حلوه وعندنا امثله كمان مش حلوه اوكي كمان عندنا امثله مش حلوه رجال و طبعا ونساء. بس المراه عندنا لكن بتشعر انه الرجل بينفع يكمل في الطريق اللي هو اختارها ويحارب من اجلها اكثر من المراه بفكر بعتمد على الحصانة الذاتية اللي انا بعطيها للبنت والشاب كأهل يعني لا شك انه واقعنا يعني الاجتماعي كمان مركب وصرنا نشوف انه انا اليوم بخاف على ابني جولان وبنتي الين وبنتي كرمل بنفس المقدار بنفس المقدار بنفس المقدار لانه برا بشعر احيانا انه بواجهه اخطار مجتمعيه وعدم امان نفس الوقت انا بالبيت بربيهن لحصانه داخليه ذاتيه مجتمعيه لرقابه داخليه ايضا لاختياراتهن لكن يعني بضلنيش بسمح لنفسي يوم انه اجي اقول لانك بنت مش هخليكي تعملي هذا الشيء بالنسبة لإلي بشكل شخصي أنا الداعم الأول كان لإلي هو أبوي أبوي صحفي سابق عبد السلام شلبي أكيد نجح تحية بالرياضة كمان رامي رياضي هو محرر الملحق الرياضي في صحيفة السنارة لمدة 28 سنة وكان في المجال الإعلامي وكان دايما يشوف الإعلاميات هن قدوة لنساء ناجحات وفي البيت إحنا أعطانا إحنا الصبايا البنات عن جد أعطانا كل الدعم إنه نتقدم واليوم أنا نفس الدعم هذا اللي تلقيته من أبوي أنا بعطيه لبناتي أنا عندي بنات تنتين بغض النظر أي مجال رح يختاروا أي مجال رح يختاروا هي فكرة أمين إنه لا طبعاً نحن عشان نوضح المجتمع لا أنا بناتي مثلاً عندي المواهب رقص وما عنديش ولا أي مشكلة في أي بالاحتراف. بأي احتراف وبأي طريق إني بشقوه وبتخيل أصلاً إنه أولادنا هني يعني أبناء الحياة يعني احنا مش مفروض انه نقيدهم باختياراتهم احنا مجتمع شوي كمان مزبوط يعني بنحب الاشراف على حياه ابننا بس كمان مش اكثر من اللزوم يعني لازم نعطيه حلق هي الفكره بانه في احيانا المشاعر بتلعب دور جدا كبير الضغوطات الاجتماعيه بتلعب دور جدا كبير انا بتمنى يعني انه نشوف كل انسان صاحب موهبه بغض النظر شو دينته شو جنسه شو بيفكر وين موجود بانه يقدر يوصلها لانه هي بتضل بتحز بالقلب بشيء معين ممكن قبل 20 سنه او 30 سنه بنت تقول لي بدي اصير مطربه مثلا ما كان عندي اي مشاكل لا. معها اليوم واقعنا كثير صعب يعني انتم اوكي الحريه حلوه وجميله حريه بمسؤوليه وبمسؤوليه تفائلوا بالخير تجدوه بالضبط اما اليوم انا عشان عايش حاله الفن انت بتحكي عايش حاله الفن بالذات اوكي في محلات كثير صعبه يعني كمراه عربيه او درزيه تفوت مثلا على محل في تل ابيب اللي فيها وحوش المحل فيه وحوش مش بشر لهي الدرجه انا بحكيها يعني اوكي مرات فنانة دلال ابو امن بتختار المواقع اللي تغني فيها مزبوط. طبعا وعندنا اصلا مثال جميل جدا اصاله اليوسف يعني كمان أصالة فنانة رائعه وملتزمه اللي نحن كمان بنشوف حالها لهيك بحكي انا ممكن اخلي بنتي تصير مطربه
إذا كان في مرافقة صحيحة. بالضبط، مرافقة صحيحة وتوجيهها للمحلات الصح. أنا بفهمك، أنا بفهمك، مش إنه أنا ضد الفكرة، لا بالعكس أنا بفهمك على الآخر إنه هاي المخاوف طبيعية. طبعاً هي طبيعية وشرعية أصلاً، اللي بيكون في عنا صرنا ننتقل المهرجانات، يعني هي بحكيها بشكل علني وين نكون وين ما نكون. طبعاً بشير، بحديث عن المهرجانات وبدي أرجع لكل موضوع الزجل، عندك لوم على أصحاب الناس اللي بتعمل مهرجانات كبيرة باليوم بانتقائها لمين يطلع على مسارحها وتغييب الزجل نهائيا عن هاي المهرجانات؟ بتلومهم أو بتتفهمهم أنه الزجل ما إله سميعة كثير؟ أنا بلومهم شوي، لأنه بالآخر بتلاقي سميعة للزجل، وبالآخر مو عشان ننشر الفن بالبلاد لازم نعرضه على مهرجانات وهيك، ف انه فيش له سميعة، هاي انه مش حجة. صحيح، وما مش لازم نستسلم بهذا المحل. لا مرة اجى الوقت نسمع منك كمان شيء. شو راح تسمعنا؟ عتابة. عتابة هاي اللي عم بستناه. يلا حبيب ودمعتي دارت ورا دار، وعمدخل بيتها وعمدخل بيتها حاجز ورا دار، الهوى ممنوع يدخل على البواب، التك تك حجلكن جاوبوا حسوننا، وتك تك حجلكن جاوبوا حسوننا، وتك تك حجلكن جاوبوا حسوننا. سندوس اللي بيجمعنا أكثر من ما بيفرقنا، بتوافق على هالجملة أو لا؟ طبعا المقام المشترك بيننا كمجتمع هو جدا واسع، زي ما بدأت هو تحدياتنا اللي احنا منعيشها وقضايانا والأمل اللي احنا بدنا إياه، كلنا مشاكلنا واحدة، أملنا واحد، همومنا واحدة، اللي بيجمعنا أكثر من فرقنا بكتير، ولازم نركز باللي بيجمعنا. اللي بيجمعنا لازم يكون
مستقبل مشترك، بيئة أفضل، حيز عام آمن أكثر، تقبل الآخر بالرغم من الاختلاف، لو الشخص الكبالي في بيناتنا اختلاف بالمواقف بالآراء بالتوجهات، هذا ما بكلبه لإنسان عدو 100%. إحنا بعدنا بنفس، حتى الإخوة بنفس البيت في بيناتهم اختلاف، وهذا طبعاً طبيعي وهذا شرعي وهذا التنوع وهذا الفسيفساء هو اللي بيبني مجتمعنا 1000%. أمين، في نبي في بلاده؟ نعم. توافق على الجملة؟ طبعا. في دعم من أنا شخصيا؟ يعني لأن عادة ما هو المثل بيقول لا نبي في وطني. صحيح، بس أنا كسرت هذا المثل لأنه أنا ديش أحكي أنه نبي في وطني، بس أهل بلدي عسفي والدال الكرمل بالذات، الدعم اللي بيعطيني إياه والمحبة اللي بيعطوني إياها، يعني بس الله يوفقهن ويخلي لي إياهن سند إلي وظهر إلي، بحبهن من هون للسماء. روعة. نحن أنت محظوظ بهاي الحالة، الغالبية بتعرف بينجحوا بيصلوا لأماكن كثير. بقول مشكلتي في الحياة إن غير مقدر بما فيه الكفاية، بالذات من المحل اللي أنا نشأت فيه وربيت فيه. دكتورة عريم، بتآمني إنه على قد بساطك مد رجليك، أو خلي بساطك على مد رجليك، يعني مد بساطك على قد طموحك، شو بتآمني؟ لا، أنا بوافق مع المقولة الثانية أكثر من المقولة الأولى، لأنه لا حدود للطموح، والطموح هو اللي بيولد النجاح كمان. يعني إذا أنا بدي أكون أكتفي بس باللي وصلت له، ولا مرة رح أطمح أني أتقدم أكثر، بينما إذا طمحت رح أشتغل، رح أوظف قدراتي ورح أنجح، هيك بكون حققت أكثر. فظلم إنه الواحد يكتفي بس بلبسات الزير. هي ذوتولنا إياها من الصغر، وبشي محل كانت هيك مردودة عكسي. بس هي في محل معين هي مضبوطة المقولة. يعني بصيرش إنه أنا مثلاً دخلي الشهري 4000. بالجانب الاقتصادي. على فكرة وهي تستخدم أكثر في الجانب الاقتصادي. بالزبط. لكن بدي أشتري في نحن الجيل الجديد من فلسف الأمور، فمنخذها على أكثر من اقتصادياً. صحيح. اقتصادياً 100%. بشير، بتآمن بأنه الاختلاف لا يفسد للود قضية، أم إنه الاختلاف في عصرنا هذا عم يفسد للود قضية؟ أنا بحس إنه إسه بوقتنا الحالي عم الاختلاف عم بيعمل مشاكل، عم بولد عنف. مش المفروض الاختلاف لازم يبني رابط أقوى بين الناس. إنه أنت بتآمن بإشي، أنا بآمن بإشي، أنا بفكر إشي، أنت تفكر إشي، هذا لازم يعمل رابط قوي بيننا. وهذا التحضر مش اللي حكيتي عنه. مش لازم إنه نكون أعداء بسبب اختلافنا. نتقبل المختلف طبعا. نتأمل نوصل لهي المرحلة. مع كان وصلنا لختام حلقتنا سريعا، حلقة جميلة مثل ما ذكرت في بداية هاي الحلقة، بأنه عن جد اليوم التنوع كان حاضر، كل حدا في مجال، ونورنا اليوم، وأراءكم طبعا اختلفت، نقاشاتكم برقي كمان هيك أعطت خصوصية جدا كبيرة للحلقة. عن جد رمضان على الخير بيجمعنا دائما، شو ما يكون النقاش دائما، أنا يعني بحس شخصيا أنه مجتمعنا فيه بالخير ما يكفي بأنه يجمعنا بهاي القعدات، ويجمعنا فيما بعد في أي قضية أخرى. بدي أشكر تواجدكم معنا، رح تحضروا لنا شيء نختم فيه. بدي أشكر الفرقة الموسيقية الرائعة على مرافقتها إلنا دائما، وبشكركم إلكم متابعينا الأعزاء، متابعي قناة مساواة، على سهرة غير شكل في ليالي رمضان. وأمين وبشير، ختامها مسك معكم. يلا شو رح تسمعونا؟ البارحة بالحلم حبيبي بحضاني، بوسني من وجنتي وطفالي نيراني، قلت له حبيبي اقترب عوضني حرماني، هل تقبل مروتك تتركني وحداني وحداني، عيدوا حب هاي الليلة الناس معيدي، لو انت ويانا الليلة العيد بعيدي، عيدوا حب هاي الليلة الناس معيدي، لو انت وياي الليلة العيد بعيدي، عيدوا حب هاي الليلة الناس معيدي، لو انت ويانا الليلة العيد بعيدي، عيدوا حب هاي الليلة الناس معيدي.
صارت رمان، والوردة البيضة بإيدي صارت رمان، احمرت من ورد خدودك يا نور العين. عيدوا حبها يالليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد معيدين. عيدوا حبها يالليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد معيدين. وش ذكرك فينا، وش ذكرك فينا، عشرين عام قضان وانت اللي نسينا، اللي نسينا. الله وقل لي وش جابك علي، وش ذكرك فينا، ذكرك فينا، يا بعشرين عام قضان وانت اللي نسينا، وانت اللي نسينا. شيبنا لون الشعر لون شعمل بينا، لون شعمل بينا، ذكرتينا بالزهور ويام من سير، ذكرتينا بالزهور ويام.